السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في مجال البناء، فلازم نشوف موقع زي موقع هايبر دوت ايو. الموقع دوت بيخليك تقدر تعمل التصميم بتاعك على الموقع او جوه البرنامج اللي انت عايزه، يعني في بلجن تقدر تسطبه جوه الاداة، وسواء عملته على الموقع تقدر تدخله على البرنامج، او عملته على البرنامج تقدر ترفعه على الموقع، ففي انتجريشن موجود بشكل قوي جدا. طيب خلينا نبص كده على الاعلان اللي هم عاملينه وهنشوف مثال كده للشغل على الهايبر. تقدر تنشئ المشروع بتاعك زي ما انت عايز بطريقة سهلة جدا. تقدر ان انت تديله بس القطعة وهو يبدأ ان هو يوزعها لك، وتقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تعمل كرييت زي ما انت شايف، ممكن تربطه ببرامج كتيرة منها الريفت، ممكن تبرمج برضو بايثون، ممكن جراس هوبر زي ما انت عايز. فهو في انتجريشن بين مواقع كتير جدا، وتقدر تشتغل اصلا انت وكذا حد من التيم في نفس الوقت، ممكن من خلال الداينامو، ممكن من خلال اي اف سي، ريفيت، وهكذا. طيب في ميزه برضو كنت شفتها جميله، تمام، اللي هي موضوع السبيس. تمام، السبيس بلانينج تقدر تحط مثلا تقول له انا عايز مكان التقاء، عايز مكتب، وهكذا. تبدأ تحط بس تسحب كده البلوكات ويبدأ ان هو يحط لك الفرنتشر، ويبدأ ان هو يظبط لك المكان حسب المساحة اللي انت عايزها، فأي تعديل بيبدأ يظهر أثره على طول. ده المنتج اللي هيجي لك بعد كده، وده اللي حاليا كل الشركات بلا استثناء اللي شغالة في المجال بتحاول تدخل في القصة ديت. يبقى عندها ميزة، يعني تخيل الريفت في النسخة دي. طب لو في شركة تانية قدرت تدخل المزايا دي في قلب التطبيق بتاعها قبل اوتوديسك، فأكيد هتاخد جزء كبير من الكعكة اللي موجودة. عشان كده كل الشركات دلوقتي بتتنافس انها تدخل الذكاء الاصطناعي جوه البرامج بتاعتها. فبيقول لي جيت ستارت، ممكن تاخد جولة كده في الهايبر او سبيس بلانر او بارك فيو اناليسيس. خلينا نجرب السبيس بلانر النهاردة. فبيقول لي انت عندك ريفت موديل، فساعتها هتروح رافع ريفت موديل وتبدأ تشتغل. انا عندي كات بلان دي اكس اف، انا عندي صورة او بي دي اف، او عايز ابدأ من السكراتش. يعني في اختيارات كتير جدا. لو انت عندك ريفت موديل تقدر ترفعه وتشتغل عليه، عندك اوتوكاد ماشي، عندك صورة ماشي، عندك بي دي اف ماشي، ما عندكش خالص برضو ماشي. فانا اختار مثلا ان انا عايز ابدأ من سكراتش، ومرة تانية نغير. طيب بيقول لي انت عندك اكتر من دور ولا هو دور واحد؟ لا، هو خليها دور واحد دلوقتي. فبيقول لي بقى انت عايز جروب نيم، هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا سي تي اس. طيب تقدر بقى تشوف البروجرام نيم، الاسامي بتاعتهم، الكالر بتاعتها، انت عايز الكاونت بتاعتها قد ايه، الابعاد بتاعتها قد ايه، كل المعلومات دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ولو عندك ملف اكسل سي سي في تقدر انت ترفعه عادي ويبقى ياخد منه المعلومات. ممكن يكون المكان كبير فتدخلها مانوال تاخد منك وقت، هو منديك الامكانية ديت. فهو بقى حسب المتطلبات بتاعتك هيبدأ ان هو يقسمهم ويبدأ ان هو يوزعهم لك زي ما انت عايز. دي الفيو سيتنج اللي عندي، لو انت عايز تعمل زوم، لو انت عايز تقيس، لو انت عايز تشوفها في الاورثوجرافيك، عايز تشوف من التوب. طيب هنا في فيزابيلتي، لو انت مثلا عايز تظهر الادوار، مثلا عايز تظهر الانتريور بارتيشنز، الاجزاء الداخليه، التقسيمات الداخليه، اقول بقى سبيس. هنبدأ نقول له مثلا احنا عايزين نعمل فلور، عايزين نشوف البروجكت اوفر فيو، فمحتاجين ان احنا نزود الفلور. فممكن تيجي هنا عايز تزود سبيس، عايز تزود زي ما انت عايز. خلينا نقول له جراند فلور. الليفل ممكن تزود ليفل زي ما انت عايز، تقول له انا عايز ازود دور واتنين وتلاتة، ده الدور ده الليفل ده من هنا لهنا، ده بالنسبة لليفل. الفلور فهنا هختار بقى اني ليفل اللي انا هشتغل عليه، وليكن مثلا ليفل 1.
سيف. اقول له درو وابدا ارسم. الشكل دوت سيف. بعد كده هبدأ اسحب السبيس زي ما انا عايز، الاوبن اوفيس مثلا اهوت، وبعد كده مثلا برايفت اوفيس، الكلاس روم، البانتري، فهو اوتوماتيك يبدأ بقى يحط لي كل حاجة موجودة في قلب السبيس بتاعتها. دلوقتي اقدر ان انا اعدل في المساحة بتاعت اي غرفة، مجرد ان انا اعمل عليها سيلكت دبل كليك، واجي هنا اقول له مثلا كبر لي الغرفة ديت، هو اوتوماتيك يعدل الفرنتشر الداخلي باي شكل من الاشكال. يعني ممكن يزود ترابيزة تانية بالكراسي بتاعتها، او ممكن يلف الترابيزات اهوت، بدأ يعدل فيها. اي حاجة بقى هتعدل فيها هو اوتوماتيك بيعيد توزيع الاجزاء الداخلية، وتقدر ان انت تعمل سيلكت على جزء وتلغيه، تعدل فيه، تعمل له روتيت زي ما انت عايز، وتقدر تعمل شير للشغل بتاعك سواء بابليك، يبقى كده كل الناس هتقدر انها تشوف الملفات بتاعتك. ممكن فيو تعمل دعوة لاصدقائك ان هم يشوفوا الشغل. اديت لو في حد فعلا عايز يعدل معاك، فدي ميزة ان كذا حد بيعدل في نفس الوقت. يعني تخيل ان البرنامج مثلا اوتوكاد او الريفت موجود اونلاين، وتقدر ان انت تصحابك او زمالك في الشغل تعدلوا مع بعض في نفس الوقت من غير ما يعني تشتري بقى ب 360 ولا حاجة، لا خلاص بقى كله تقدر تعدل اونلاين من على الموقع من غير ما تستخدم اي برامج. فدي حاجة ميزة كويسة جدا. ممكن تعمل ترانسفير تخلي فيه واحد تاني هو المالك. طبعا بعد ما تخلص شغل تقدر ان انت تاخد الشغل ده وتكمل شغل بيه في اي برنامج انت عايزه، زي الريفت، زي هو البرنامج صراحة برنامج قوي وجميل وممتاز. فان شاء الله نبدأ نعمل عنه كذا فيديو على اساس نشرح بقية الافكار او بقية المزايا اللي موجودة جواه.